ملوك الزاي التسعين بيعودوا من جديد وبيفوزوا على الجونة بأداء باهت نوعا ما، لكن مروان محسن بينزل من على الدكة بعد خطا كارثي في الديربي اللي فات، بينزل وبيستلم الكورة استلامة صح وبيشوط صح وبيكسب الاهلي وبياخد الثلاثه بونت. عندي كلام كتير قوي 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 على الاهلي النهارده، فما تخش في الحلقه انزل اعمل لايك واعمل سبسكرايب في القناه واشترك في الجرس عشان تيجي الحلقات اول باول. يلا بينا نخش في الحلقه. الاهلي النهارده بدا بتشكيل مغاير جدا عن مباراة القمة. بدأ محمد الشناوي قدامه رامي ربيعة وأين أشرف، على اليمين بيلعب أحمد فتحي، على الشمال علي معلول، اتنين في نص الملعب علي ديانج وعمرو السولية، قدامه قفشة على اليمين، جيرالدو على الشمال، أجايي، وقدام بيلعب بيه أليو باتشي. الأهلي في الشوط الأول كان فيه ثلاث نقط هي اللي نوعا ما محجماه شوية. أول حاجة إن الجونة عامل ضغط على نص ملعب الاهلي، عامل زحمه في نص ملعب الاهلي، بيضغط بضغط مباشر على اليو علي ديانجو وعمرو السليه، مخليهم شكلهم اللي هو ضاغط عليهم قوي، مخلي العمق مش شغال، وده اللي كان مخلي ان اليو ديانجو وعمرو السليه كل ما يستلموا كره تقطع منهم، لان الاثنين مش من اللعيبه المبدعين، مش من اللعيبه البصيره اللي هو ياخد الكره ويستلمها تحت ضغط ويطلع لك باصه تحت ضغط. لا، اليو ديانجو وعمرو السليه مش من النوع ده. وحتى قفشه لما كان بينزل لعمرو السليه وديانج علشان يساعدهم ما كانش بيساعدهم مساعده كافيه، وكان برده الكره اتعملوا. الحاجه الثانيه وان والحاجه الثانيه اللي جونا كان بيركز عليها قوي وهي برضو مفتاح لعب الاهلي وهي علي معلول. كنا بنشوف اسلام عبد النعيم دايما قدام علي معلول، سواء في الحته الاماميه او الحته الدفاعيه، في الناحيتين اسلام عبد النعيم واقف قدام علي معلول على طول، فانت قافل الدنيا على علي معلول وقافل الدنيا على عمق الملعب، فعندكش اجابه واحده وهي جيرالدو. لما الكوره بتروح عند جيرالدو الهجمه بتموت، لما جيرالدو ياخد الكوره ويقع وتقطع منها وياخدها ويضيعها بكل الطرق، يعني الكوره طالما ما راحتش لمعلول او في عمق الملعب فالكوره ما قدامه غير جيرالدو، وتوصل الكره لجيرالدو فبتضيع. ده اللي خلى الاهلي الشوط الاول شكله غريب، شكله اداؤه وحش، اللي انت شايف الاهلي متحجم مش عارف يمسك كوره، مش عارف يضغط على المنافس، مش عارف اللي هو يستغل العمق بتاع الجونه، ومش عارف يستغل ضعف الجونه نوعا ما. الجونه نوعا ما برده في لعيبه نوعا ما مميزه، لكن الجونه مش بالصعوبه اللي الاهلي يقف معاها لحد الدقيقه 90. بس المدرب بتاع الجونه درس الاهلي صح، درسهم صح وفرق عن القمه صح، فعرف فين نقطه ضعف الاهلي وفين نقطه قوه الاهلي وابتدى يلعب عليها. بيحاول نوعا ما، كان بيحاول كمان انه يعمل دفاع متقدم او يقرب الدفاع بتاعه من نص ملعبه، انه يعمل زحمه اكتر على عمق الاهلي. فانت طول ما انت قافل عمق الاهلي وقافل ناحيه الشمال بتاع علي معلول مش في غير جبهه واحده بس بتاعت جيرالدو وفتحي، وليه اصلا لما الكوره تروح عندها بتموت. فالجون الشوط الاول عرف يلعب على الحته دي، وحتى الكور كانت بتروح لهجوم الاهلي او بتروح لالي وبادجي ما كانتش بتبقى فيها الفعاله، اللي هو الاهلي تقريبا راح الشوط الاول بكورتين او ثلاثه ما عملش شغل عالي قوي. علي بادجي سجل جاب كوره من الشبكه من بره، قفش شوط كوره من الحارس، فمش فيش فعاليه. وعندي علامه استفهام كبيره قوي 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 على جونيور اجي. جونيور اجي من بعد الكورونا، من بعد ما توقف بتاع الكورونا ده جه والكور رجع تاني، وجونيور اجي غريب، جونيور اجي شكله غريب، بيجري تحس اللي هو عليه هموم الدنيا والاخره، يعني تبقى واقف كده في الملعب واقف مثلا او بيجري شايل هم في دماغه، اللي هو انا في هم بقى حواليا وشايل طاجن سته بينزل الملعب. حتى النهارده ايمن الكاشف استلمه اللي هو انت بيقول كلام غريب على اجي واستلمه فعلا، خلانا ميتين على حساب الضحك وبنفرج على الماتش. فانت اجايه شكله غريب، ولا فعال على المرمى ولا في الضغط ولا اي حاجه، شكله غريب جونيور اجايه. برده كذلك علي معلول، ده مش علي معلول اللي كان قبل التوقف خالص، علي معلول بتاع قبل التوقف لا، كان علي معلول لاعب تقيل، لاعب بيروح بالكوره ويعدي واحد واثنين ويرفع عرضيه ويروح واحد واثنين ويخش جوه ارض الملعب ويشوط. ماتش سان داونز جاب جون من الحته دي في اول دقيقه الماتش. لكن علي معلول بعد الكورونا لا، في علامة استفهام عليه. ليه علي معلول مستواه متراجع؟ لجونيور اجي مستواه متراجع؟ اليو ديانج وعمرو سلاية ما عندهمش حلول في نص الملعب، لازم قفشه ينزل عشان يحل منهم الكره وياخد منهم الكره اللي يبدا هو الهجمه. وقفشه لما بينزل لعمق الملعب بيعمل زحمه اكتر من الزحمه اللي الخصم عاملها، فانت اتضرب عندك العمق.
وجيرالدو يعني ربنا يعين الاهلاويه معاه جيرالدو دوت بصراحه. انا مش فاهم بيلعب في الاهلي ازاي بصراحه يعني، بصراحه انا مش عارف جيرالدو بيلعب في الاهلي ازاي. بس الشوط الاول انتهى 0-0. الشوط الثاني انا كنت متوقع ان الاهلي هيخش ضاغط اكتر، بيحاول يلاقي حلول نوعا ما، لكن انا شفته الاهلي تقريبا نازل بنفس الشكل، نفس الشكيله مفيش تغييرات، وبنفس الشكل اللي هو انا بحاول امسك الكوره، بحاول استحوذ عليها، بحاول اسيطر، بحاول اباصي، بحاول اسجل على المرمى، بحاول احاول احاول. ده اللي شفته من الاهلي، اللي انت مش عارف حلول، ما عندكش حلول ولا على الاطراف ولا في عمق الملعب. وكمان الجونه كان بيحاول يضرب في المرتدات، بس المرتدات بتاعت الجونه ما كانتش يعني مرتدات بلا جوده او بلا جدوى او بلا هدف، ما بيعرفش يروح بالمرتده، ما بيعرفش يضغط على قلبين دفاع بتوعك وياخد منهم الكوره ويروح بالمرتده، ما كانش بيقدر يعمل الشغل ده. وكان كل اللي بيعمله الجون اللي هو قافل جدا المساحات عليك، مقفله جدا جدا جدا، محجم محجم نص ملعبك جدا جدا جدا، عامل زحمه في نص الملعب، المدافعين اللي بتلعب دفاع متقدم والضغط بتاع نص الملعب، وكمان عندك الجبهه الشمال مقفوله بسام عبد الرحيم اللي واقف قدام علي معلول، والجبهه اليمين ما يلعب بيها الا ربنا، انت ما عندكش اي حلول. وكمان التغييرات بتاعت فايلر غريبه، اللي انت تخرج خرجت الاول ايمن اشرف ونزلت ياسر ابراهيم، وبعد كده خرجت جيرالدو ونزلت احمد الشيخ، تمام. بعد الطرد بتاع اليو ديانج، وطرد بصراحه انا من وجهه نظري طرد مستحق، لو اليو ديانج دخل كمل في رجل اللاعب جدا وانذار مستحق وطرد مستحق يعني، فخرج ما بدلتش ما عملتش حاجه، نزلت قفشه بس جنب عمرو سلايه بس. بعد كده عملت في اخر الماتش تغييرين غير غراب جدا، خرجت قفشه وخرجت بادجي ونزلت مروان ونزلت حمدي فتحي، اللاعبين الاثنين في الخط الامامي اللي بيجروا وعاملين فعاليه على المرمى، خرجت الاثنين اللي بيجروا وعاملين فعاليه على المرمى ازاي؟ عندي استفهام كبيرة قوي على التغييرين دول، اللي هو انت ازاي تخرج الاثنين دول؟ او على الاقل بادجي ازاي تخرجه، هو اللاعب الوحيد اللي عامل فعاليه على المرمى وبيحاول يشتغل، بيحاول يضغط مباراه من يعني، كان بادجي من احسن الوحشين في الماتش النهارده، فانت ازاي تفرط فيه كده بسهوله؟ ازاي؟ وانت خرجت ونزلت مروان محسن، اي نعم مروان محسن جاب جول الفوز، بس مروان محسن في التغيير اللي انت عملتها اللي هو الجمهور كله ايه يا عم ده بقى ده اللي بتعمله ده؟ ازاي قالوا بادجي يخرج وتنزل مروان؟ ازاي؟ وجون يعني الجول اللي جه مروان لولا الكوره الطويله بتاعت محمد الشناوي ما كانش مروان جاب الجون ده، ما كانش جابه. لكن الاهلي شكله غريب، شكله يقلق، اللي انت راح تلاعب الوداد في دوري الابطال كمان شهر، شكله يقلق بصراحه. اللي انت في كذا ماتش ممكن تلعبه بس في غيابات هترجع لك، بس الاهلي شكله يقلق، الاداء اللي بنشوفه يقلق، فايلر يقلق، الاهلي قبل كورونا حاجه والاهلي بعد كورونا حاجه تانية خالص. الاهلي قبل الكورونا في تنظيم في الملعب، في جمل محفوظه، في ضغط من اللعيبه، اللعيبه فايقه، كل ده. لكن الاهلي بعد الكورونا في سوء فهم، في بطء من اللعيبه، في عشوائيه، في حاجات كتير قوي. فايلر اهلي قبل كورونا، فايلر اهلي بعد الكورونا. الاهلي لعب 5 ماتشات في الدور الثاني، تعادل 3 ماتشات، تعادل ماتش اسوان، تعادل ماتش الانتاج تقريبا، مش عارف مش فاكر مين تعادل التالت، وخسر ماتش الزمالك، فتعامل تعادلين وخساره. كنت ممكن تتعادل النهارده بالاداء الغريب اللي الاهلي بيلعب بيه، وعنده ماتش جاي المصري، ففي علامه استفهام على الاهلي كبيره جدا. هنشوف الايام اللي جايه الاهلي هيعمل ايه، هل هيستعيد مستواه، هل هيرجع تاني الاهلي اللي كان موجود قبل كورونا، ولا هيفضل شكل الاهلي كده لحد ماتش الوداد، هنشوف. والجون بتاع مروان بالمناسبه قبل ما ننهي الحلقه، جون مروان جون مميز جدا، الاستلامه اللي نزل بيها الكوره والشوطه مميزه جدا من مروان، لازم نقول زي ما بنقول مروان وحش ومروان سيء، مروان جاب جول النهارده جون كويس جدا جدا. في الاول والاخر تكرر يعني مباراه الاهلي والجون، اقول لك انت في الكومنتس قول لي كمان توقعك، هل الاهلي هيفضل شكله كده لحد ماتش الوداد ولا شكله هيتحسن؟ قول لي رايك في الكومنتس. ولو الحلقه عجبتك تعمل لايك واعمل اشتراك في القناه وسبسكرايب وفعل الجرس عشان الحلقات اول باول، وتابعونا عشان نبدا في الديسكربشن تحت، وامشي على الفيسبوك تويتر على تويتر، وكمان معاك مصطفى، شكرا لك، سلام.